الحمد لله موحي السنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ومنة، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه، وانفع بعلمه يا رب العالمين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، الحديث 49، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. وقال الترمذي: حسن صحيح. نعم، هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوكل واعتماد القلب على الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث أصل في التوكل، وقلنا هذه الحديث منتقاه، يعني يأخذون الأحاديث الأصول التي ترجع إليها مسائل كثيرة. فهذا الحديث أصل في التوكل، والأمر كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ هذه الآية قال: لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، يعني لكفت الناس الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل على الله تبارك وتعالى هو اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا، اعتماد القلب على الله. إذن هو من أعمال القلوب التوكل هنا، وأعمال القلوب أعظم من أعمال البدن. أعمال القلوب التوكل والخشية والتقوى والمحبة والرجاء والخوف، هذه كلها أعمال القلوب، وأعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال البدن. فالتوكل هو اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب خير أو دفع ضر مع بذل الأسباب. اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب خير أو دفع ضر مع بذل الأسباب، هذا هو التوكل. وأن توقن يقينه لا معطي إلا الله، ولا يمنع إلا الله تبارك، وأن الله بيده كل شيء، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذا التعريف يقول أهل العلم وهو في ختامه: مع بذل الأسباب، يعني أن بذل الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل. وعدم بذل الأسباب يقال له التواكل. وكان أهل اليمن كما قال ابن عباس يحجون ولا يتزودون، يقولون نحن متوكلون. فإذا وصلوا إلى مكة ونفذت الأطعمة التي عندهم والزاد الذي عندهم، سألوا الناس فأنزل الله تبارك: وتوكلوا فإن خير الزاد التقوى. يعني تزودوا لهذا، صح خير الزاد التقوى، لكن تزودوا لسفركم هذا. فبذل الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رجل: أعقلها أو أتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. يعني ابذل السبب وتوكل على الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يخاطب من؟ يخاطب الرسول سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، وسادات المتوكلين معه وهم أصحابه رضي الله عنهم. فبذل الأسباب لا ينافي التوكل. إذا قال سهل التستري رحمه الله تعالى: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين، وكان يبذل الأسباب صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض أهل العلم: لو حقق الناس التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم الأرزاق مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقهم، تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أن الناس يتوكلون على الله حق التوكل. فالقصد أن الإنسان إذا توكل على الله تبارك وتعالى ساق الله إليه رزقه سوقا سبحانه وتعالى.
طيب مع بذل السبب وبدون بذل السبب؟ مع بذل السبب، ولكن الأرزاق لا تتوقف على بذل الأسباب، الأرزاق تأتيك ولو لم تبذل السبب، لكن بذل السبب واجب، يجب على الإنسان أن يبذل السبب. فامشوا فيها فاسعوا في مناكبها، فالإنسان عليه أن يسعى في مناكب الأرض وأن يمشي فيها وأن يبحث عن الخير، لكن أرزاقه مكتوبة، الأرزاق مكتوبة. ولذلك ذكروا أن الإنسان لو جلس في بيته يأتيه رزقه، لكن ما بهذا أمر، أمر ببذل السبب. فمن جلس في بيته سيأتيه رزقه لكن قصر في بذل السبب، ومن بذل السبب أيضا يأتيه رزقه لكن يؤجر على بذل السبب. فالإنسان إذا يسعى في بذل الأسباب ورزقه يأتي. وإذا ترون الآن الإنسان أحيانا هو في بطن أمه لم يولد، هو وارث، جاءه رزقه في بطن أمه، هذا ماذا فعل حتى يحصل الرزق؟ وإنما الأرزاق مكتوبة، كتبها الله تبارك وتعالى، وأنت في بطن أمك كتب لك رزقك. يأتيك الملك فينفخ فيك الروح ويؤمر بكتب أربع، بكتب أجلك ورزقك وعملك وشقي أو سعيد، كل هذا مكتوب وأنت في بطن أمك، وهذا لا ينافي بذل السبب لطلب الرزق. ولذلك يقول الله تبارك وابتغوا من فضل الله، يعني اطلب فضل الله تبارك وتعالى. فالطير كما يرزقها الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة تغدو خماصا، أي بطونها خالية جائعة، تغدو يعني تخرج من الفجر خماصا، تروح ترجع إلى أعشاشها بطانا شبعانا، الله يرزقها سبحانه وتعالى. فالرزق كله بيد الله تبارك وتعالى، أن نتوكل على الله تبارك وتعالى في طلب الرزق.